نفسي بشد حيلك معي أنا سما. ليش ناس منا بفضلوا ألوان على ألوان تانية؟ ليش في ألوان صيفية وألوان شتوية؟ ليش أحياناً بيعجبنا لون بفترة وما بيعود بيعجبنا بفترة تانية؟ كل هاي الأسئلة وغيرها بتتعلق بجواب واحد، هو إنه علاقتنا بالألوان بترتبط كتير بحالتنا النفسية والمزاجية. كيف؟ خليكن معنا لنحكي بالتفاصيل. أكدت عدة دراسات بعلم النفس وجود علاقة قوية بين كل لون والحالة النفسية للشخص أو مزاجه، وممكن يتحدد ويتغير سلوك الإنسان ومزاجه من خلال تغيير اللون يلي بيفضله أو يلي بيشوفه قدامه. ليش وقت نكون فرحانين منحب نلبس ألوان فاتحة، ووقت نكون متضايقين منروح للألوان الغامقة؟ أكيد لأنه مزاجنا هو اللي عم يختار اللون اللي بيناسبه. معنات هالحكي إنه كل لون له خصائص وصفات محددة وعلى أساسها بيأثر علينا. طيب خلينا نشوف كيف بتأثر علينا الألوان، مشان على الأقل وقت نكون عايشين حالة نفسية معينة نعرف شو اللون يلي بيساعدنا لحتى نطلع منها إذا كانت سلبية، ونعززها إذا كانت إيجابية. منبلش باللون الأبيض. لاحظوا إنه الدكتور بيلبس مريول أبيض، ليش يا ترى؟ لأنه اللون الأبيض له تأثير قوي بمنحنا مشاعر الهدوء والسلام والطمأنينة. مشان هيك إذا كنا معصبين خلينا نحاول نركز على شي لونه أبيض 3-5 دقايق ورح نحس حالنا أهدى. طيب واللون الأسود؟ بيقولوا عنه ملك الألوان لأنه بيعطي شعور بالهيبة والرهبة، بمعنى أنه وقت منشوف مثلا شخص لابس أسود منحس بالرهبة منه. مشان هيك يلي بيشتغلوا بالأمن وشركات الحماية بيلبسوا أسود، وغالباً يلي بيحبوا اللون الأسود بيميلوا للانطواء. فإذا كنت حاسس حالك عم تميل للانطواء بعد عن اللون الأسود، وإذا كنت بتشتغل بمجال الدعم والإغاثة كمان بعد عن اللون الأسود لأنه ما رح يكون مريح بالنسبة للناس يلي عم يستفيدوا من مبادرتك. اللون النيلي أو الكحلي بيساعد على العصف الذهني والإبداع والتأمل. فمثلاً إذا حسينا حالنا ما عم نركز بالدراسة أو الشغل خلينا نركز شوي بشي لونه كحلي ورح يتنشط تفكيرنا وإبداعنا. أما اللون الأزرق الفاتح أو السماوي فبيساعد على السيطرة على العواطف والمشاعر، وكمان بيخلق إحساس بالقوة والاستقرار النفسي والمعنوي. والأهم من هاد يعتبر اللون السماوي مهدئ للناس العصبيين. بإحدى الدول المتقدمة عملوا التجربة بوحدة من المدارس، جمعوا فيها الأطفال العدوانيين وحطوهم بصف حيطان ملونة باللون السماوي، ولاحظوا بعد فترة قصيرة تغير بسلوكهم وهدوء نسبي وانخفاض بدرجة العدوانية. مشان هيك فينا نلجأ للون السماوي، ومثل ما ذكرنا اللون الأبيض كمان لنخفف من توترنا وعصبيتنا، وهاللونين هدول موجودين بالسماء، فكتير منيح لما نحس بالعصبية والتوتر نتأمل السماء. نجي هلأ للون الأخضر يلي يعتبر لون الحياة ويلي إله مفعول قوي بالشعور بالهدوء والأمل، وكونه لون الشجر والنباتات فهو مرتبط بلاوعي الإنسان بالحياة والاستمرار. وتأمل اللون الأخضر كتير مفيد للناس يلي بيعانوا من الاكتئاب والأحباط، ليدخل على مشاعرهم وتفكيرهم الشعور بالأمل والإقبال على الحياة. صار دور اللون الأصفر يلي هو لون أشعة الشمس، وهو بيساعد على زيادة مشاعر الفرح والسعادة وبينشط المخ والإبداع. مشان هيك ممكن نلبس اللون الأصفر أو نتأمله وقت نكون حاسين بالتوتر العصبي. اللون البرتقالي واللون الأحمر بيشتركوا بخصائصهم النفسية، فهدول اللونين بيحفزوا على النشاط العقلي والبدني وبيمنحوا الشعور بالحماس، وهن مضاد قوي لمشاعر الهبوط والكسل والنعس والاضطهاد واليأس وكل المشاعر السوداوية. وآخر شيء اللون الوردي أو الزهري يلي إله تأثير ملطف على الجسم وبيساعد على إرخاء العضلات. مشان هيك منلاحظ أنه مستخدم بالسجون والمستشفيات ومراكز الأبحاث ومراكز علاج الإدمان، يعني الأماكن يلي فيها أشخاص بيميلوا للعنف. وهلأ بعد ما عرفنا خصائص الألوان وتأثيرها على مزاجنا ونفسيتنا
ما رح نستغرب من اللون الأزرق بغرفة المعالج النفسي، أو اللون الأحمر يلي بيلبسوا الناس اللي بيشتغلوا بالمبادرات الإنسانية، أو اللون الأبيض بالمشافي، وما رح ننسى أنه فينا نعالج حالنا وسلوكنا بالألوان. دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سما.